مرحبا الآن تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة دي نيوز. أذر السيد رابح ما سعدان المدرب السابق للفريق الوطني ندوة صحفية مع جريدة الشروق، وأكد السيد رابح سعدان أن في الحوار الذي خص به جريدة الشروق أن المنتخب الوطني حقق خطوة عملاقة بعد عودته بفوز سليم من ملعب جابو ماضي الكاميرون، مؤكدا ان هذا الفوز جاء الابلاغ الماضي على ابواب المونديال، لكن من اللازم حسب قوله التحلي بالتركيز في مباراه العوده بملعب مصطفى تاتا بالبليله، واصفا مواجهه هذا الثلاثاء بالصعبه، ما يتطلب حسب قوله اخذها بالجديه المطلوبه لكسب تاهيله المونديال وبحث الفرحه في نفوس الجماهير الجزائريه. ويضيف ايضا أن العوامل التي حققت هذا الفوز، ويقول أن هناك عدة عوامل، منها استعادة اللاعبين الثقة في إمكاناتهم بعد الخروج من الدور الغير منتظر من الدور الأول في كأس إفريقيا الأخيرة التي لعبت بالكاميرون، والعمل الذي قام به المدرب الوطني جمال برماضي، كما أن المنتخب الوطني أصبحت له شخصية قوية بدليل أنه قادر على الفوز خارج الديار مثل ما حدث في المباراة السابقة بالكاميرون. ويضيف أن هذا الفوز له عدة انعكاسات مهمة خاصة من الناحية النفسية، لأنه أعاد ثقة للاعبين بعد المرحلة الصعبة التي مروا بها في الكان الماضية، كما أن هذا الفوز يشكل محفزا مهما لخوض لقاء العودة بنية التأكيد، وهذا يتطلب التحدي بالجدية والتركيز خاصة في أطوار اللقاء على الجميع أن يبقى مركزا من الدقيقة الأولى إلى صافرة النهاية للحدث، وضمان نتيجة تمكننا من التواجد في المونديال بقطر. ويضيف أيضا أن اللاعبون واعون بما ينتظرهم ولا يحتاجون إلى التحفيز، لأنهم يعلمون أن اللقاء مهم جدا وليس هناك وقت للتدارك. الأمر مهم في مثل هذه اللقاءات هو التركيز بالشكل اللازم قبل وخلال اللقاء، لأن هذا الجانب مهم في مثل هذه المباريات الحاسمة، وعليه على الجميع أن يكونوا في مستوى هذه المباراة، لأن هذه المقابلة ستكون أصعب من مباراة الذهاب بجابوما. صحيح من المنتخب الوطني حقق فوز تاريخي في الكاميرون، وهذا كله يزيد من حظوظ التأهل إلى المونديال القطري، إلا أن مباراة البوليدة تعد مصيرية، ما يجعلها أكثر صعوبة من مباراة الذهاب، وعليه فإن المفتاح سيكون بيد المدرب واللاعبين فوق الميدان، مثل أرضية ملعب مصطفى شاكر التي تساعد التي يعرفها اللاعبون جيدا وحققوا فيها نتائج إيجابية على مدار سنوات. ويضيف أيضا السيد سعدان ويقول نعم لم نتأهل بعد، من اللازم التعامل مع الأمور بواقعية، فوز الذهاب يعد خطوة كبيرة خاصة وأنه تحقق خارج الديار، لكن من اللازم نسيان كل شيء والتركيز على مباراة البوليدة التي ستكون المفتاح الحقيقي للتأهل إلى المونديال، ونحن واثقون في قدرة اللاعبين على قول كلمتهم فوق المستطيل الأخضر، خاصة بعد الذي حققوه في الكاميرون. ويضيف السيد سعدان أخيرا ويقول الجزائر تستحق التأهل إلى المونديال بقطر للمرة الخامسة، وإن شاء الله سنفرح جميعا مثل ما فرحنا في المناسبات السابقة، وعلى الجماهير الجزائرية أن تقف مع منتخب بلادها خاصة في الأوقات الصعبة حتى تكون أفضل سند للاعبين. نتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني في هذه المباراة الهامة والحاسمة، وإن شاء الله يكون التأهل إلى جديد.